طيب حلو. مشينا تقريبا 6 كيلو وخم حاجه زي كذا، و والله المرتفعات، فنريح شويه ونواصل. ها هذه منازل تحت هنا، مزارع. والله طلوع صعب، حاولت مشيت مسافة خلص البنزين. أصلا لو في بنزين برضو ما في تورك، ما في عزم، مرتفع. عبد الهادي راح قدامي ما شاء الله عليه. ورايا واحد هناك برضو جالس يدفع البسكليته. بس يعني ارتفعت اللياقة حقيقة عن الأيام الأولى. أنا الآن لي يمكن هذا خامس يوم أركب على الدراجة. لما جيت من السعودية صار لي يمكن 4 شهور ما أركب دراجة، ولا أنا حق دراجات حقيقة. يعني جالس أشوف إنه طيب، يعني كويس الوضع، ترتفع اللياقة يوم عن يوم، وزني نزل أكيد. وهو جالس أتمشى، خليني بس رايح شوية وأبدأ. المشكلة كل ما طالع الطريق التف حول الجبال فوق. والله بعدين خطر كمان الطريق. هاي شوف هذا جايك كيف يا عم، يبعد. الولد هذا يحاول يلحق التريلة يمسك فيها، بس خطر. كنا مسكين في الشاحنة ذيك اللي راحت أنا وعبد الهادي، طلوع حاد، طريق هادي ما في أحد من أول. شفت أسمع صوت سيارة، أيوة عبد الهادي راح قدامي. رياضة. والله كل ما تجي لفة زي كذا أقول انتهى الطلوع. صار لنا يمكن قديش احنا طالعين، شوف في شو اسمه شاحنة متعطلة هناك. كل ما هذا اقول ايش يمكن يجيك النزول، لانه انت بتطلع جبل فيفترض اخر الجبل بعده نزول. نازلين مع الجبل، هذه المكافأة، مكافأة التبحيط. شوف كيف السرعة، السرعة وصلت قريب 60 او 57 زي كذا. فينا الرجال الطيب ذا مع اناناس، فقلنا له اعطينا، ما ادري الحبه يقول 5 ولا. لا قال لك ايش ما ناكلها يا حبيبي.
وقال لك شدها بالبلاستيك. اشدها بيه انا، اشدها بيدي، اشدها بالله. ايش يبغى يسوي؟ بيحطها هنا برضه، قطعها في الوسط هيك وهيك. اوه لا ده انت بروفيشنال بقى، امسك كده. How much? 1500. هذه الحبة الأناناسة بريالين سعودي، هو قال 1500 عدنا أعطينا له 2000 ما عند ما في فكة، فتوازي ريالين سعودي كبيرة الأناناسة. طاقة. It's okay. Gavan, we just met. Your name, please? Martin. Where are you from? Martin from Germany. Germany. Hi, my name is Sylvia. England? No. Where? I'm so white. From Germany. But the problem is this guy. Yeah, but you have nice equipment. When we first met him, when we first met together, in Namibia. I was on my motorbike coming back from Angola border. Yeah. Then we met. So every other day he kept calling me and saying, nice. Come, he's encouraging me. So it's your job to travel around. Yes. Nice. Wow. Nice, yeah. You're on stage today. وهذه وقفة هنا على قارعة الطريق. ريح. قطعنا تقريبا 50 كيلو. الساعة كم عبد الهادي؟ 12 الساعة 1:15 يعني مسافة حلوة مع المرتفعات وذا. الآن بدأ أشوف الطريق استقيم، ما في إن شاء الله يكون كله زي كذا سهل. الألمان اللي قابلناهم يقولوا الطريق بعد كذا يعني ما في مرتفعات كثير، مسافة سهل وقليل مرتفع يعني، يعني الأمور طيبة إن شاء الله. أهلا وسهلا، هذه جلستنا وهذا هذا غدا على فطور توست وزبدة الفول السوداني وجبنة شرائح وشاهي، شاهي كرك. ايش يسموه هنا؟ شاهي هندي؟ مسالتي شاهي مسالتي. ودراجاتنا هذيك هناك. ايوه الفستقي والاسمراني. واليوم صراحة قطعنا مسافة طيبة اليوم، 51 كيلومتر. واحد وانا مرة كتبها التاريخ لحسين بالحقائب والدراجة ثقيلة اللهم بارك. انا بعدين قلت هارو هو كان في النعيم واكل شارب وجالس في بيت مع اهله وحمل الدراجة ودفع عليها كم، والله اعطاه التحذير الاول رفض التذكرة. هو قال لا انا مصر على، يعني انت مصر على تأدي روح للعذاب، نحن المعذبون في الارض. والله اول مرة ما قدرت اطلع الدهل بسكليتها، لكن انا عندي اصرار يعني حاولت ولازم اطلعها. فالحمد لله جيت هنا وان شاء الله انه استفدت يعني. صحيح الطريق متعب والله، ومعاناة حقيقة، معاناة مع
الصعود والجبال وهذه و... ولكن الحمد لله ولكن في متعة في متعة يعني سبحان الله آخر اليوم بعد ما تجلس كذا وتحس براحة إنك أنت سويت المشوار ذا و تحس لياقتك ارتفعت في فائدة صحية بالنسبة لي أنا محسوسة يوم عن الثاني والرتم ارتفع يوم عن الثاني والحمد لله وبسم الله نمشي من مكاننا هذا اللي سوينا منه لايف كذا تكلمنا معاكم أنا عبد الهادي والجو جميل وإن شاء الله اليوم مشينا 51 ونكمل إن شاء الله ما شاء الله إن شاء الله الساعة 3:30 الآن بعد الظهر فخلاص مشينا تقريبا 61-62 كيلو فنبغى نستأذن من أهل البيوت هذه ونخيم هنا في هذا المكان عبد الهادي راح هناك يستأذن منا ونشوف كيف طبعا خلاص مستوي أنا مستوي لسه الطريق قدامنا 340 يمكن على كمبالا العاصمة لسه كم يوم أيام وقفنا هنا استأذننا من سايمون إن نجلس في مزرعته هنا وما شاء الله هذا بيوته هناك وهذا حلاله والله هذا الثور قد كبره اللي راح تهجدني في الليل بس وما قصر جزاه الله خير حياكم الله وبياكم عاد الليلة احنا ضيوفه هنا مخيمين Thank you, Simon. ما شاء الله هذا حلال سايمون بقر يسألني عن السعودية ويقول أنتوا عندكم صحراء أنا قلت عندنا صحراء وعندنا كذلك أماكن خضراء جنوب المملكة شوف كيف الحمد لله اني ماني نايم في الخيمة جاء الثور و كون دخل علي اي والله قشعها شوف والله اني من اول قلت له انا قلت له هذه الثيران بس هو شوف كسرها ولا ايش سوى فيها كسرها خيمتي انكسرت و الحمد لله اللي ما كنت جوة الخيمة لما هجم عليها الثور والوقت ليل والله انا خابر في فندق تحت هناك او موتيل ما ادري هل هو بعيد يعني مسافة فهذا عكس طريق انا برجع له هناك ان شاء الله صبحكم الله بالخير من مدينة اسمها كذا مو جاي معايا كثر القرى اللي تمر عليها وده تحفظ اسم وده مشيت مسافة تنسى تتذكر اللي قدام وهكذا فالبارح بت هنا في هذا المكان في هذه المدينة صغيرة يعني أو قرية تعتبرنا الساعة الآن تقريبا 7:30 صباحا الجو طيب البارح زي ما شفتوا كنا جالسين في المزرعة هذه اللي هنا اللي استأذنا من صاحبها و الله ستر جاء الثور دهس الخيمة كويس اني ماني فيها شالها وكسرها كذا والحمد لله يعني ف
قلت لعبد الهادي تعال الفندق. رجعت مسافة تقريبا 3 أو 4 كيلومتر عكس الطريق اللي كنت أتذكر الفندق هذا، لأنه في الليل رجعت حقيقة كان ظلام ما فيه نارة، ولكن شفت الفندق يعني عرفت مكانه ورجعت له ونمت هنا. ما رضي يجي معايا، والآن ألبس وأتجهز قد البس يعني، بس أتجهز شناطي ذا. شوف الخفير مع رشاش يعني. Hello, good morning. How are you? الرجال ماشي مع رشاش يعني عشان تطمئن تسكن هنا، واللي على البوابة برضه مع رشاش. الفندق هذا طيب يعني، سعره في اليوم 80 ريال سعودي، يعني خلينا نقول 22 دولار حاجة زي كذا. هذا هو شناطي وغراضي، وخلينا بس شوية كذا نضبط الأمور. هذه الغرفة، وهذا أكرمكم الله حمام. الآن أصبحنا عندي خيمة، أدري كيف باقي على كامبالا عاصمة أوغندا، باقي عليها 345 كيلو. أعتقد يبغى لها 5 أيام. شوف إن شاء الله. هذا الريسبشن، ريسبشن الفندق. عندهم فطور تقول لي، خليني أفطر وأتوقع إن شاء الله. هذه الكافيتيريا. بريكفاست فود ها سبايست يا اوكي بليز ثانك يو ميب يو كان جوين بليز اوكي. والله ما ادري، يقول عندهم افريكان تي سبايسي. خلينا نشوف. وانا جايهم كذا بخوذه الدراج ما خليتها على نسيتها. اوكي هذا الشاي الافريقي، قالوا لي نجيب لك شاي افريقي. قلت طيب، قالوا سبايسي. والله ما ادري هو شاي ده. ايوه شاي افريقي حليب ده، بس يمكن يكون افريقي. يا ولد ما تنفتح البتاع دي كلها، شفتها. بسم الله توكل على الله. الان امشي ان شاء الله الساعه 8:30 صباحا، الاجواء طيبه، جو مشمس يعني احسن من المطر والله. هذه المسافه المقطوعه امس 64 كيلو، يزيد عليها 2 كيلو لاني ما شغلته متاخر، 66. وان شاء الله الان صفرها. صفري صفري كلير داتا